يقول: ماذا يصنع من دفع الزكاة لأقاربه المستحقين وهو لا يعلم أنه لا يجوز الدفع لهم وقد علم الآن؟ إيش؟ يقول: ماذا يصنع من دفع الزكاة لأقاربه المستحقين وهو لا يعلم أنه لا يجوز الدفع لهؤلاء وقد علم الآن؟ من هم أقاربه هؤلاء؟ لازم يحددهم. أبوه، ابنه، هذا ما يجوز. أبوه، ابنه، ما يجوز هذا. أما غير عمودي النسب فلا مانع، تدفع للأقارب المحتاجين، هم أولى من غيرهم. نعم.